نبدأ ملخص فيلمنا النهاردة The Wars of Vicky. اللي عايزك تتخيل فيه ان طفلة عندها 16 سنة بتقدر انها تنتقم من عصابة كاملة، ده طبعا بعد لما قتلوا الكلب بتاعها وكمان قتلوا اقرب شخص ليها. في بداية الفيلم بتظهر بيكي وهي رايحة عند ناس جداد عشان يتبنوها، طبعا معاها الكلب بتاعها. طبعا بيكي بتحاول تمثل دور الطفلة الطيبة عشان ينبهروا بيها اهلها الجداد ويقرروا تقعد معاهم. فعلا بتنجح بيكي انها تعمل كده. ترجع قصة بيكي انها من سنتين قتل ابوها عن طريق 4 من النازيين الالمان، ده لانهم كانوا بيدوروا على مفتاح غريب مستخبي تحت البيت. بس الحقيقة ان بيكي ما استحملتش موت ابوها وقررت تنتقم من كل اللي قتلوه، كمان خدت المفتاح. اضطرت بعدها انها تهرب من تلت بيوت اتبنوها لغاية لما استقرت في بيت إلينا، اللي كان باين ان فكرهم هما الاتنين متشابه عشان كده ارتاحوا لبعض. اضطرت بعدها بيكي انها تشتغل في مطعم عشان تساعد إلينا. للأسف كانت بيكي سريعة الغضب، كانت دايما بتحب انها تنفس عن غضبها ده في العملاء اللي بيقولها المحل، بس الحقيقة ان ده نفسها اللي تعمله في كل العملاء اللي بيضايقوها. وفي يوم من الأيام لما بتكون في المحل بيدخل عليها مجموعة شكلها غريب اللي كانوا عبارة عن تلات رجالة بيحاولوا يستفزوها. ساعتها بتحاول بيكي تنتقم منهم على طريقتها وبتبدأ انها توقع كوباية القهوة على واحد منهم. لما بيخلص يومها وبترجع البيت نتفاجئ ان التلات أشخاص لسه بيراقبوها. لما بيجي الليل وبتكون في أوضتها بتسمع صوت عربية قريب منه، أول لما بتنزل عشان تشوف السوق جاي منين تتفاجئ ان نفس الاشخاص الغريبة اقتحموا البيت بتاعها. لما بيحاول كلبها انه يساعدها فللأسف واحد منهم بيضربه على دماغه، بس ساعتها بتكون بيكي كسرت مناخير واحد فيهم. بس فجأة بتظهر ليهم إلينا ومعها بندقية بتجبرهم وقتها انهم يخرجوا برا بيتها، بس للأسف بيطلع انتوني المسدس بتاعه وبيضربها. طبعا إلينا بالنسبة لبيكي اهم حاجة في حياتها، للأسف ما قدرتش انها تعمل حاجة. لما تصحى تاني يوم وبتفوق من الخبطة اللي خبطتها تلاقي ان إلينا لسه ميتة جنبها، وكمان مش بتلاقي الكلب بتاعها حتى بعد لما بتنده عليه كذا مره. طبعا انتوني كان متوتر من اللي عمله امبارح عشان كده بيهدد اصحابه انهم ما يطلعوش ولا كلمه من اللي حصلت امبارح حتى لو كان لاقرب حد ليهم. في نفس الوقت بتطلع بيكي لاوضه إلينا تبدا تشوف صورها وهي صغيره كمان بتدفنها في حديقه بيتهم. ساعتها بتقرر تنتقم من كل العصابه اللي قتلوا إلينا وكمان خطفوا كلبها. بسرعه بتبدا تجهز نفسها وكمان كل المعدات المتاحه بالنسبه لها عشان تقدر ساعتها تواجه العصابه لوحدها. لما كانت العصابه في المحل اللي شغاله فيه بيكي سمعهم بيتكلموا عن شخص اسمه داريل. لما حاولت وقتها تسال على الاسم عرفت ان في بيتين بس هم باسم داريل موجودين في المدينه كلها. لما حاولت تروح بعدها لاول بيت تفتح ليها واحده عجوزه كان باين من شكلها انها بتعاني من ازمه تنفسيه. طبعا وقتها مش بتفكر بيكي ان ده الشخص اللي بتدور عليه، بتروح بعدها للبيت الثاني اللي كان فعلا موجود فيه كل العصابه اللي قتلوا إلينا، كمان كان معاهم اشخاص تانية غير الثلاثه التانيين. لاحظ وقتها قائد العصابه داريل ان شون مش بياكل. طبعا شون كان مشغول باللي عملوه امبارح، طبعا بيضطروا انهم يقولوا له اي حجه عشان ما يعرفش باللي عملوه امبارح. لاحظ فعلا ان كلب بيكي موجود معاهم اللي بتتاكد فعلا ان هم الاشخاص اللي قصدهم. بتبدا وقتها بيكي تحاول تخش البيت من جوه، ساعتها بتلاقي مخططات وخرايط كتير موجوده في المكتب اللي دخلته. بتضطر بسرعه انها تستخبى لما بتسمع صوت بيقرب منها، الصوت ده كان لشون وداريل، وطبعا بيكي كان مستخبيه في نفس الاوضه تحتهم. في نفس الوقت بيحاول داريل يهدي شون ويوري له حاجه محدش شافها، بيوري له الفلاشه اللي عليها اسماء كل افراد العصابات اللي موجوده في العصابه بتاعتهم حوالين العالم. ده بيحاول يعرف من شون اللي حصل امبارح، انه حاسس ان في حاجه مخبينه عليه، بس شون بيرفض انه يقول له. بعد لما بيمشي بياخد باله داريل لان شباك الاوضه مفتوح، ده اللي خلاه يشك وقتها، بس فجاه بينادوا عليه. بينسى وقتها الفلاشه موجوده في الجهاز، واول لما بتشوفها بيكي والاسماء اللي موجوده عليها فورا بتقرر انها تاخدها. بتروح بعدها المخزن كان قريب من البيت عندهم اللي كان مليان بعدد كبير من الاسلحه. بعد شويه بيخبط باب داريل، ولما بيفتح مش بيلاقي اي حد موجود عند الباب، وبيلاقي تليفون صغير موجود قدام الباب. اول لما بيخش بيبدا التليفون اللي يرن وبيكون اللي بيتكلم بيكي. طبعا بيبداوا يتوتروا اول لما بيسمعوا الاسم. طبعا وقتها بيضطروا يقولوا له اللي عملوه في بيت بيكي انهم اقتحموا البيت وخدوا الكلب بتاعها بس ما قتلوش اللي فيه. بيضطر بعدها انه يفتح التليفون، وساعتها بيكي بتبدا تكلمهم، بتبدا انها تحكي لهم قصه صغيره عشان تخوفهم. طبعا بسبب سنها الصغير بيستهتروا بيها. ساعتها بيضطر انتوني انه يخرج بنفسه ويدور عليها. لما بيسالها عايزه الكلب بتاعها فبترد عليه وبتقول له يجي لها الغابه ويكلمها، ولما بيقابلها في الغابه بيكون عايز يقتلها بالمسدس. سبيكي كانت اذكى منه، واول لما بيقرب منها بيقع في حفره. تبدا تقول له انها لو ضربت عليه النار اكيد هيسمعه، وكمان هي مش بتحب تستخدم المسدسات عشان كده بتفكر انها تستخدم القنبله. لما بيكون باقي العصابه في البيت ترجع بيكي تخبط على الباب. لما بيقرب داريل عشان يفتح يلاقي ان انتوني واقف بره وبيصرخ، يحاول يقول له بقدر الامكان انه ما يفتحش الباب. للاسف داريل ما بيفهموش وبيفتح الباب. بسرعه بتنفجر القنبله اللي كانت موجوده في بقه. طبعا كلهم بيستغربوا من اللي حصل وازاي حصل اساسا.
طبعا كانوا خايفين يبلغوا الشرطة بسبب التمرد اللي عايزين يعملوه في البلد، وكمان كمية الأسلحة اللي موجودة في المخزن. ساعتها داريل بيجبرهم انهم يعترفوا اللي عملوه وانهم فعلا قتلوا الست الكبيرة اللي كانت موجودة في البيت. اول لما بيعرف شون بفكرة التمرد بيقلق وبيحاول يمشي، وساعتها داريل بيروح له وبيضربه، كمان بيتخلص منه وبيموته. لتاني مرة بيرن التليفون، طبعا بتكون بيكي واللي بتراقبهم بالمنظار اللي معاها، تبدأ تقول لهم انها عارفة كل حاجة على الانقلاب اللي هيعملوه، كمان معاها الفلاشة والصور. نفس الوقت بيكون مجهز الكوس اللي معاها، ولما بيخرج واحد منهم عشان يقتلها استخدم الكوس وبتضرب السهم في بقه. لما بيدخل لداريل بيفكه له. في نفس الوقت بتحاول بيكي بأقصى سرعة انها ترجع للمخزن مرة تانية، وبسبب كل اللي بيحصل بيضطر دي جي انه يهرب. في نفس الوقت واحد من العصابة بيحاول يقتل بيكي، لما بيحاول يحبسها في المخزن بترمي عليه بيكي قنابل دخان، ده السبب اللي خلاه يضطر يخرج بره. تتمنى وقتها انها تقتله بالجرار اللي موجود، بس طبعا ما كانش معاها المفاتيح، بس قدرت تصرف نفسها. لما حاولت تقتله بالسيف اللي معاها قال لها انه عنده اطفال، ده فكرت بيكي فعلا انها ما تقتلوش. ولما بتساله عن اسم ابنه ببساطه قال لها اسمه ادولف. طبعا بيكي كانت عندها عقده من النازيين، ادولف هو اسم الاول لهتلر اللي كان قائد النازيين المشهور، عشان كده ما كانش قدامها غير انها تتخلص منه بالسيف اللي معاها، لغايه لما بتتغرق بكميه كبيره من الدم. بس فجاه حد بيخبطها بحقنه مخدره في رقبتها. لما بتفوق بتلاقي نفسها في بيت داريل مره تانية، طبعا بيقول لها انه هفتش الشنطه بتاعتها، وكمان لقى المفتاح بتاعها اللي كان موجود عليه ارقام احداثيات معينه عشان كده يحتفظ بيه. بس بتتفاجئ وقتها ان الست العجوز اللي قابلتها قبل كده رجعت ليها مره تانية، انها فعلا رئيس التنظيم الحقيقي، انها جايه لها مخصوص عشان تعرف مكان الفلاشه. طبعا بيكي بترفض انها تقول لهم على مكانها رغم انهم هددوها بالقتل، عشان كده قرروا انهم يهددوها بكلبها مره تانية انهم هيقتلوه لو ما قالت لهمش مكان الفلاشه. بس بتضعف بيكي وبتوافق انها تقول لهم، واول لما بيرجعوا الكلب للقفص بتاعه مره تانية تكون قدرت انها تفك ايديها. بسرعه بتبدا ترش الغاز اللي معاها على وش داريل اللي ما بيكونش شايف اي حاجه منه. ولما بتحاول العجوز انها تضربها بالمسدس اللي معاها تقول لها بيكي انها مش تقدر تضربها طول ما الفلاشه معاها، عشان كده بتقرر انها تقتل الكلب بتاعها. ساعتها بتطلع بيكي السكينه وبتضربها بيها. لما بيخرج داريل بيلاقيها ميته وبيزعل عليها لانها امه، بيبدا يجري ورا بيكي اللي حاولت تهرب منه في الغابه، لغايه لما بتوصل لعلامه على الشجره هي عاملاها. لما بيحاول داريل يقرب منها بيقع في المصيده اللي عاملاها، بس بيحاول يمسك اعصابه وما يصرخش. لما بيتحرك خطوه برجله التانيه يقع برضه في مصيده، ساعتها بيقع على الارض وبيقع وشه في مصيده تالته، طبعا كانت كافيه انها تقضي عليه. ترجع بيكي تاخد المفتاح بتاعها اللي كان في جيبه. لما بترجع البيت عشان تاخد كلبها بتتفاجئ ان الست العجوزه رجعت تصحى مره تانيه، وتقول لها ان الاصابه ما كانتش خطيره. لما بتحاول انها تنشن عليها بالمسدس اللي معاها طبعا ما بتكونش مركزه بسبب السكينه اللي موجوده في دماغها، وبتكون منشنه على مكان تاني غير بيكي واللي كانت فاكراه مكانها. ساعتها بتسلط الكلب بتاعها انه يقتلها. بعد 24 ساعه بتقرر بيكي انها تسلم الفلاشه للمسؤولين، واللي بينبهروا انها قدرت تقبض على عصابه كامله بيلحقوها من 3 سنين، عشان كده بيقترحوا عليها انها تكون اصغر وحده يشغلوها في المخابرات المركزيه. كانت اول حاجه تعملها بيكي بعد لما استلمت الوظيفه انها تدور على دي جي، واول لما لقيته قررت انها تفجره بالصاروخ اللي معاها، وبالشكل ده بتكون خلصت من كل العصابه اللي قتلوا لينا.